هاي، تخيلوا ان الدنيا فيها شيء اسمه شعر نباتي اللي تشوفون صورتها الحين مهندسة اوغندية. لاحظت انهم يقطون وايد في افريقيا سيقان شجر الموز. هي كان عندها علم مسبق بانهم يستخدمونه لصناعات وايد، فقررت تصنع منه بواريك للشعر. الطريقة انهم ياخذون الياف سيقان الموز، طبعا ينقونها ويعالجونها، بس ما تشوفون تصير لونها اشقر كانها شعر، واكيد المرحله الاخيره يصبغونها بالوان عديده عشان تصير بواريك ملونه. وهالنوع من البواريك ما يسبب حساسيه ولا فيه اي ريحه مزعجه، على عكس البواريك الصناعيه اللي تسبب مشاكل وما تتحلل في البيئه. بس بواريك سيقان الموز تتحلل في البيئه لو قطيتوها. هني حطيت لكم فيديو عشان تشوفون البروسيس وطريقه تصنيع الفايبر. وعلى فكره بنات، هو مش بس يستخدم للبواريك، هم يستخدمونه حتى في الاقمشه الملابس، يصنعون منه سجاي، يصنعون منه شناط، يصنعون منه عده صناعات. وطبعا هالشيء كله بفضل مهندسه الاوغنديه، لان هذه شركتها اللي تسوي هالصناعه. بس ما تشوفوا في فيديو، اول شيء يقطعون الستامس مات الشجره ويتركونها برا عشان تنشف في الشمس، وعقب ما تجف يدخلونها نفس الماكينه عشان يطلعونها كذي قطع صغيره، يردون الله يسلمكم يحطونها عشان تجف لين يصير ملمسها كأنه ملمس حرير، عرفتوا؟ أول ما تصير كذي ناشفة ويابسة وقوية يصيرون يعطونها حق الناس اللي يصنعونها، يستخدمونها نفس ما قلت لكم صناعة السجاد والبواريك وغيرها. خلصنا، سي يو باي.